بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا نعزى جمهورنا الكريم، لازلنا نتواصل ونحن دائما نتواصل مع انطلاقات هذا الميدان، نتواصل مع عروضه وجديده، دائما نتمنى التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. نسير إلى صدارة هذا الشوط سرابة، علي بن سيف بن محمد الكعبي بينما هو بره في المركز الثاني، سالم بن محيد بن رشيد الاجتبي بينما اللي في المركز الثالث اللي في المركز الثالث هناك شكله للسيد عبد الله بن عبيد بن خليفة بالساحر الاجتبي، وفي المركز الرابع هنا سلهودة علي بن عبد الله بن علي بن واص، وفي المركز الخامس هناك تتواجد كروان على خامس المراكز للسيد علي بن حميد الرزي شامسي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز الخماسية الجميلة، وخلفها أيضا هناك شعارات لها صولة. نسير مع المقدمة ما شاء الله اللي غيرت وبرة، سيطرت على المركز الأول، سيطرت على مقدمة الشوط مع أحد الشباب لسيد سالم بن بخيت بن رشيد الاجتبي، بينما اللي في المركز الثاني هنا متواجد سرابة لعلي بن سيف بن محمد الكعبي ثالث المراكز، كروان على ثاك الروان هنا على المركز الثالث علي بن حميد رزي الشامسي، وفي المركز الرابع الشكل السيد عبد الله بن عبيد بن خليفة بالساحر الاجتبي، وفي المركز الخامس الهودة علي بن عبد الله بن علي بن واس. ها هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة ما شاء الله يا وبرة. في المركز الأول مسيطر على مقدمة الشوط، محافظة على مستواها الجميل والمميز تبارك الرحمن على هذا المال الجميل والمميز، سالم بن بخيت بن رشيد الاجتبي هو المتواجد، بينما هناك على المركز الثاني تأتي سرابة للسيد علي بن سيف بن محمد الكعبي أيضا يتواجد على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث سار كروان للسيد علي بن حميد الرزي، وفي رابع المراكز وصل الراشدي مهمه راشد بن حارب بن محمد الخاصوني الاجتبي أيضا يتواجد على المركز الثالث، والمركز الرابع هناك الصايح عبد الله بن محمد بن حميد بالهل الهاجر، في المركز الخامس شعار علي بن عبد الله بن علي ابو نواس ايضا يتواجد مع سلهودة. هكذا هي النتيجة ايها الاخوة ايها الجمهور للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء التمام ما شاء الله يا وبرة. في أول المراكز تسيطر على هذه المقدمة الجميلة، سالم بن بخيت بن رشيد الاجتبي هو المتواجد مع هذا الانطلاق، هو المتواجد مع هذه اللفتة الأولى. المركز الثاني مهمة لراشد بن حارب بن محمد الخاصوني الاجتبي على ثاني المراكز، ثالث المراكز سرابة على المركز الثالث السيد علي بن سيف بن محمد الكعبي، وصل شعار بن حارب حمد بن حميد بن حارب المهري على رابع المراكز، وفي المركز الخامس الضبي للسيد خلف بن مطر بن علوان. هكذا هي النتيجة وبره الصديقة والرفيقة في هذا العالم الجميل مع هذا الشعار الذي ترافق بن رشيد إلى هذه الرحلة الشاقة مع الناموس. شكرا يا بن رشيد على هذا العرض الجميل، شكرا يا بن رشيد على هذا الأداء المميز. هناك مشعلة وهنا أيها الأخوة وبره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا المال الكريم، تبارك الرحمن والله على هذا العرض المميز. فمن هنا إلى هناك، من الميتين المتر الأخيرة، من الميت متر الأخيرة إلى خط النهاية، ومن خط النهاية نرسل سلاماتنا إلى هذه الخوانيج كافة وين ما يسكن. سالم بن بخيت بن رشيد الاجتبي بنسبة فوزه بالمركز الأول هي العاصرة خط النهاية مع الفوز والناموس. المركز الثاني لسيد حمد بن حميد بن حارب المهيري ثلاث مراكز، سيد خلف بن مضرب العلوان المركز الرابع، اللي في المركز الرابع سيد علي بن عبد الله بن علي بن واس، خمس مراكز سيد راشد بن حارب محمد الخاصوني. هكذا كانت النتيجه
ايها الاخوه بتوقيت 4 دقائق 48 ثانيه 8 اجزاء من ثلاثه هانين والناموس.